اهلا بيكم من جديد. النهاردة معانا فيديو مميز جدا كالعادة، عشان هنشوف مع بعض مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة والافكار والحيل والمنظمات اللي هتساعدكم على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدكم على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او المطبخ او في البيت عموما. وطبعا هنشوف في الفيديو ده اكتر من اداة منزلية حديثة هتشوفوها معايا لاول مرة. هنشوف مع بعض من خلال الفيديو بعض المنتجات والأدوات والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنها، وطبعا هقول لكم وهعرفكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطريقة سهلة جدا وبسيطة، بشرحها لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو أول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، أتمنى أنك تنضمي لينا ودعم طريق الضغط على زر الاشتراك، وعشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة تقدري تفعلي جرس الإشعارات للكل، وده عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة إن شاء الله. ولو الأدوات اللي في الفيديو عجبتك، أتمنى أنك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والأدوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الأدوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. بعد كده عندنا أكياس حفظ الطعام، ودي بيجي معاها جهاز سحب الهواء، ده بيساعدك على سحب الهواء اللي موجود في الأكياس بحيث انك تنظمي وتستغلي المساحات جوه التلاجة او في الفريزر. بعد كده هنا معانا منظم للحمام، تقدري ان انتي تثبتيه عندك على الجدار وتثبتي عليه الشامبوهات والكريمات وادوات الحمام بتاعتك. وهنا بقى عندنا جهاز الشوي، ده وهو طبعا بيشتغل عن طريق الكهرباء، وطبعا بيجي معاه الادوات اللي ممكن تحتاجيها للشوي كلها زي الشبكة او الصينية او الاسياخ اللي تقدري تشوي بيها اللحمة او الفراخ او الخضار او الشيش طاووق، وتقدري تشوي عليه كل الاكلات اللي انت بتفضليها. بعد كده عندنا هنا منظم الاكياس، وهو بيبقى مصنوع من القماش، تقدري ان انت تنظمي فيه جميع الاكياس اللي بتكون عندك وتثبتيه جنب التلاجة، وتقدري تنظمي فيه الاكياس العادية او الاكياس الرول. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الحلة اللي بيجي معها أداة تقدري ان انتي تعرفي منها درجة حرارة الزيت اللي بتستخدميه، وبيبقى الغطاء بتاعها عبارة عن شبكة تقدري ان انتي تصفي عليه الفراخ او اللحمة او السمك او اي حاجة انتي بتحمريها في الحلة دي. بعد كده عندنا القطعة اللي تقدري تستخدميها في تكسير المكسرات بكل سهولة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم الأحذية، وهو بيبقى مكون من 6 أرفف تقدري ان انتي تثبتيه عندك في مدخل البيت او في الممر. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الغسالة الميني دي اللي بيجي معاها قطعة مخصصة لغسل الأحذية تقدري تغسلي من خلالها جميع انواع الأحذية اللي بتكون عندك، وطبعا تقدري ان انتي تستخدميها لغسيل الهدوم، وبيجي معاها منشفة او عصارة تقدري ان انتي تعصري فيها الهدوم بعد غسلها. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القطعة دي، وهي بتكون عبارة عن بلاستيك تقدري ان انتي تثبتيها عندك على رقمة المطبخ وتنظمي عليها غطيان الحلل والمعالق اللي بتستخدميها وانتي بتطبخي، وطبعا بتساعدك على نظافة الرخامة وترتيب المطبخ. وبعد كده تعالي نشوف مع بعض هنا معانا الجهاز اللي تقدري تعملي منه عيش الكريب بكل سهولة في البيت. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا أداة التثبيت اللي تقدري تثبتيه عندك في الحمام وتقدري تنظمي عليها الشباشب او تقدري تستخدميها في تنظيم الفوط اللي عندك. عاوزة اقولك لو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدري ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن. ولو عاوزة تشوفي ادوات منزلية وافكار تانية كتير، ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. وبعد كده تعالي بقى نشوف مع بعض معانا منظم او حافظة للعصير، وطبعا تقدري ان انت تنظمي من خلاله مختلف انواع العصاير اللي انت بتفضليهم،
وطبعا بيبقى فيها حنفية تقدري تستخدميه وهو جوه التلاجة بكل سهولة، مش هتضطري تطلعيه بره التلاجة. بعد كده معانا المنظم الدائري، ده اللي تقدري تنظمي فيه الزيوت او التوابل او الصوصات، وكمان تقدري ان انتي تثبتيه في المطبخ او على الرخامة. بعد كده معانا الأداة دي اللي تقدري من خلالها تلمي بيها الشعر او الوبر من على السرير او السجاد او الهدوم او الكنب. وبعد كده معانا القطعة اللي تقدري من خلالها تقطعي بيها قطع الزلابية من العجين بكل سهولة زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو. وبعد كده معانا القطعة دي او القطاعة دي تقدري ان انت تقطعي بيها البطيخ بكل سهولة من غير مجهود. تقدري ان انت تقطعي البطيخ مكعبات كده بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بعد كده تعالي شوفي معايا كفر المروحة، ده بيساعدك جدا على حفظ المروحة من الأتربة خصوصا في فصل الشتاء. وبعد كده معانا الكبة اللي تقدري تستخدميها من غير شواحن او كهرباء، تقدري ان انتي تفرمي بيها التوم والفلفل بمجرد ما تضغطي عليها كده من فوق. بعد كده تعالي بقى نشوف مع بعض عندنا المنظم ده، تقدري ان انتي تثبتيه عندك في الحمام وتنظمي عليه ادواتك الشامبو والكريمات بتاعتك، وتنظمي عليه كمان المناديل الرول، تقدري تنظمي عليه ادواتك الخاصة. بعد كده عندنا القطعة دي تقدري ان انتي تثبتي فيها ازاز المية والعصاير والبيبسي وتستخدميها بكل سهولة. بعد كده تعالي بقى نشوف مع بعض عندنا المنظم ده، تقدري ان انتي تثبتيه عندك في الحمام وتنظمي عليه ادواتك الشامبو والكريمات بتاعتك، وتنظمي عليه كمان المناديل الرول، تقدري تنظمي عليه ادواتك الخاصة. وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الممسحة المرنة جدا دي، وهي عبارة عن اسفنج، وكمان تقدري تعصري منها المية بكل سهولة وتمسحي بيها مختلف الاسطح اللي عندك. وبعد كده تعالي شوفي معايا عندنا المكنسة دي، وهي بتشتغل بالشحن ومن خلالها تقدري تنضفي بيها كذا حاجة زي السجاد او الملايات او الكنب. تعالي بقى نشوف مع بعض منظم الشرابات او الهدوم الداخلية، ده بيجي عبارة عن درجين كده فوق بعض، تقدري تثبتيه عندك في الدولاب بالشكل ده وتنظمي عليه شراباتك او الهدوم الداخلية، وكمان بيخلي دولابك شكله حلو قوي ومنظم كده. هنا بقى معانا اداة التثبيت او الحامل، ده تقدري انك تثبتيه جنبك على السرير او جنب كوبس الكهرباء، وتقدري تستخدميه تحطي فيه مثلا موبايلك وهو بيشحن، او تحطي فيه ريموت التلفزيون او تعلقي عليه ادواتك. وبعد كده معانا منظمات التلاجة دي، وهي بتبقى عبارة عن ادراج تقدري تثبتيها في ارفف التلاجة وتنظمي بيها الخضروات والفواكه بتاعتك، وطبعا بتبقى متوفرة بكذا لون، واهم حاجة في المنظمات دي انها فعلا بتديكي شكل منظم ومرتب جدا جوه التلاجة. وبعد كده معانا الطاسة المقسمة على 4 خانات، دي تقدري تقلي فيها البيض على شكل مدور، وطبعا النوعية دي يفضل تغسليها بالاسفنج بلاش السلك عشان ما تتجرحش منك. وهنا بقى معانا سكينة على شكل زجزاج، تقدري ان انتي تقطعي بيها الخضار على الشكل الجميل ده، وكمان تقدري ان انتي تعملي منها المخلل وتقطعي بيها الجزر والفجل بالطريقة دي. وهنا بقى معانا منشر ومنظم للأحذية، تقدري تنشري عليه الأحذية اللي انتي غسلاها، وكمان تقدري تفتحيه زي ما شفتي كده من خلال الفيديو، وكمان تقدري تنشري عليه الهدوم اللي انتي غسلاها. بعد كده هنشوف مع بعض أداة التقطيع أو الفرم، بتيجي عبارة عن طبق جواه مصفى، وكمان بيجي معاها كذا قطعة من أشكال التقطيع، تقدري تبدليها طبعا على حسب الحاجة اللي انتي عاوزة تقطعيها. وغير كده الأداة المميزة اللي بتمسكيها بإيديكي عشان تقدري تقشري بيها، وطبعا أي حاجة انتي بتقطعيها أو تبشريها بتنزل في المصفى.
بعد كده تعالي نشوف مع بعض أداة التنظيف دي، وهي عبارة عن فرشة سيليكون طويلة تقدري ان انتي تنضفي بيها الكوبايات الطويلة والكنك والبرطمانات والأدوات الغويطة. دلوقتي بقى هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده بكل سهولة، بعد ما شفنا مع بعض مجموعة من المنتجات المتميزة اللي بتساعدنا دايما على توفير الوقت والجهد، واللي كمان بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت واستغلال المساحات الصغيرة في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما. وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدمها ونستفيد منها بكل سهولة، والحقيقة انها ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة، وتقدري ان انتي تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة، وكمان بتسهل عليك الحياة اليومية وشغلك في البيت. وبعد بقى ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن المنتجات اللي في الفيديو ده، هقولك عن الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل المنتجات دي بكل سهولة. انتي تقدري ان انتي تجيبي المنتجات دي بثلاث طرق. تقدري ان انتي تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انتي بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انتي عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انتي تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق AliExpress او علي بابا او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. وبالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها، لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف. اما سعر مصاريف الشحن فده بيختلف على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه طبعا. بعد كده الطريقة التانية، وهي بتبقى الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام، وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف شحن برضو على حسب المحافظات اللي انت بتكوني فيها. وطبعا عاوزة اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتبقى سهلة جدا، بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بالنسبة بقى للطريقة الثالثة فهي بتبقى المحلات اللي بتبقى موجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي، زي كارفور ورنين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس وكده يعني. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويوصل لها بسرعة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وقدرتوا تستفيدوا منه. ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة بالذرة على اللايك والاشتراك في القناة. ولو عندكم اي استفسار في اي حاجة تقدروا ان انتوا تكتبولي في خانة التعليقات وانا هرد عليكم في اقرب وقت ممكن. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في رعاية الله.